العفوي لا هو مقياس الجماهيرية مقياس يعني وش هو مقياسك للجماهيرية يعني شلون شلون هذه حلو ما شاء الله تبارك الله طبعا عشان كيف الأمور كيفها كذا حلوة وش أقوله بقلبي مقياس الجماهيرية يعني شوف يعني كيف تقيس جماهيريتك أنت يعني في البرنامج هذا بناء على إيش تقيسها ما أدري وش بناء عليه والله وش السؤال هذا يقول بوجهة نظرك ايش هو مقياس الجماهيرية يعني شلون تقيس جماهيرية يعني تقول انا مثلا عندي مثلا والله مثلا يتابعوني من 300 تقول والله انا 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 في انا انا, أنا والله اعتقد ما يتابعون 300 يتابعون 300 لكن يعرفوني مليون وهذا صحيح ممكن كيف تقيس هالشيء والله ما ادري شلون اقيسه يا انت الحين ما ادري شلون قلت بي قمت تلفون تدور بي وش وش السؤال منين جاي السؤال ما هو بلي طيب كيف لبسي ما ادري وش لبسه لا انا اشوف يعني مثلا قلها الله قلها الله يعني مثلا ابو علي مثلا في تويتر كم يتابعونك في تويتر ابو علي تقريبا عدد وقدره مثلا قل مثلا يتابعون 100000 مثلا هل كم يتابعونك في تويتر 10000 10000 10000 لا تكسرت على نفسك بس ليتك سترت والله ليتني ما سألتك والله فشلنا يا شيخ ثلاث سنوات في ذا هذا يخرج المتسابق عند ثلاث شهور يطلع عنده مليون يا مريم وش قدمت لنفسك من البرنامج فأقول لك يا أبو علي أبو علي يطلع ويشوف جماهيريته فهمت جماهيرية قوية جدا فهمت فأنا هذا اللي أقول لك سبد فهمت انت مثلا انت يعني انت تقول مثل مقياس الطالع العدد يعني مو مقياس ولا شو لا العدد مو مقياس ابدا اذا صرت نجم تلفزيوني انا مثلا مثال العدد يعني بحسابات ممثلين التلفزيون الممثل التلفزيوني صحيح. تلقى عدد متابعينه مثلا نص مليون ممثل معروف متابعينه مليون معروف ما حتى حدك تقول اسمه عند احد ما تعرفه صحيح. ما يعرفه فهمت لكن متابعينه مليون فهمت علي هل هذا مقياس جماهيرية لا مو مقياس اكيد لان يمكن بعضهم رغبات يمكن انا ما يجوز لي اللي ينزل كيف تقيس جماهيرية محتوى والله انك حطيت سؤال مأزق لا انا والله اني ما ادري انا هنا كالسجين لا اعلم ما بالخارج ترى عبد القادر فلسانه بس برجع لك بعد عبد القادر بعد شوي فلسانه ودي يتكلم عن الموضوع هذا داري انا طيب حلو بس طيب بتدوري حبيبي تضاريس ها بتدوري حبيب قلبي سمي عيون اقول لك اكثر شيء بتفقد اذا خلص البرنامج تفقده ايش بتفقده ها اكثر شيء بتفقده في البرنامج اوف هذا اي والله والله انا شبل ما يبي حج ربعه مسكي على جنب قال ها والله ما يفقدني باذن الله استر علي قريب مني بس عليك خويك مطبخ خلو خلو مخرب طبخك عرفت مخرب طبخك تختار واحد ضدك وفريقك ساحب عليه والله ابو بنهيان والله العظيم طيب ابو شباب عيوني قوي كلهم والله لكن عاد بنهيان له غلط خاص الله يوفقك بنهيان ما يحبه والله كلنا نحبه الله يوفقك يعني هو الشخص الوحيد اللي بتفقده كذا لا 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 مو الشخص الوحيد بتحرك الجيش عليك كله اكيد اني بفقد الرجال وبفقد العالم هذه لكن مو اكثر شوي والله